وهد بقى مساء الخير. يسعد هالمساء، اهلا وسهلا. هد بقى، ليه بتوافق الزوجة انه جوزها يكون عنده صديقة؟ ليه بتوافق؟ لك في ضغوطات كتير بالحياة، اوقات مثلا تبقى المرأة موظفة ما عندها وقت كافي ما بين ولادها وجوزها، اوقات ما بتبقى المرأة بمود انه تسمع لجوزها تحس معه، يمكن جاي معصب على البيت، فبدو ينفس هالشيء. اذا نفسه مثلا برا ورجعت عرفت المرأة بيرجع بيتصلح الامر، غير ما يضل مثلا هي محقونه هو محقون، بيوصلوا لمطرح بيصير انفجار. شو يعني ينفس برا الرجل؟ نفس همومه مش غير شيء. عم بسألك. لا، ينفس انه مثلا بيحكي لها، مثلا المرأة مش دايما حاضرة لتسمع. شو بيحكي لها؟ مشكلة صاير معه، حادث، شيء. انه في عدة امور هموم بهالحياة وخصوصا بلبنان، ما في اكثر منهم. ليه بده يتشارك معهم مع صديقته ما بتشارك معهم مع زوجته؟ ما عم اقول لك انه بيبقى جاي على البيت تبقى هي معصبة وهو معصب، اذا فاتوا ببعض صار انفجار. ولع البركان. ولع، ايه. من هالمنطلق بتقولي خلي يروح عن صديقته؟ انه من كنت تداركنا الامر، ما انفجرنا ببعض. انت مؤمنة بالصداقة بين المرأة والرجل؟ طبعا، اذا ما دخل الشيطان بينهما. شو يعني الشيطان بينهما، بين رجل وامرأة؟ الغريزة. الغريزة لما هو بيصير يتطلع فيها كأنثى وهي بتطلع بالرجل كرجل، يعني كفرشة، ك هي بكل صراحة يعني. يعني خيط رفيع؟ أكيد خيط رفيع. إذا انقطع؟ خلص ما في صداقة. أكيد ما في صداقة. أنت عم تحكي عن العلاقة بين زوجك وصديقته والخيط الرفيع؟ مظبوط. بعده موجود؟ إيه أكيد. قلت بفضفض لها وبيحكي لها، أي أمور هدبة ما بتحب إنه جوزها يخبرها ياهن؟ أكيد. لصديقته، لصاحبته؟ أكيد أسرار البيت. شو اللي بيأكد لك ما بيخبرها عن مشاكلك أنت وياه؟ ما في شيء بيأكد لي، بس بتحس بتعرف. ليك الرجال دغري بينفضح إذا صار شيء معه، عن جد دغري بينفضح. ما بي الصداقة بترتبط بثلاث أمور: اعتقاد بالصداقة، الحدود بالصداقة، والهدف من الصداقة. برأيك شو اللي بيهدف له رجل متزوج أنه يكون عنده صديقة امرأة هو متزوج وزوجته معه بالبيت؟ صديقة امرأة وإذا شو فيها؟ ما فيها شيء؟ صداقة. ليش الإنسان ما بده يكون عنده صديقة من الجنس الثاني؟ لما بتتزوج المرأة بيكون هدفها أنه تكون هي محور حياة زوجها، تكون هي بتقاسم معها كل هموم، بتقاسم معها طلعاته ونزلاته. مزبوط، وهيدي ببداية الزواج، ببداية الزواج. ايه؟ بس لما بيصير في عائلة وبتكبر الهموم وبيكبر الضغط والشغل بصير يعني المرأة ما بتعود تتحمل والرجل ما بيعود يتحمل، بصير في ضغط كتير. ليش لا؟ إذا هي نفست لشخص معين وهو نفس لشخص معين، مش غريبة. ولكن ليه ما بنفس هيدا الأمور لصديق رجل؟ ليه بتكون الصديقة المرأة؟ يمكن الرجل ما بيقدر ينصحه مثل المرأة. عرفت علي؟ ليك يعني المرأة بتعرف بالمرأة أكتر من الرجل، إنه المرأة فيها تنصحه أكتر للرجل. إيه طبعًا. كيف المرأة بتكون مؤكدة إنه علاقة صداقة بين رجل، بين زوجها وصاحبته، بين جوزها وصديقته، مش ممكن تتحول إلى ينقطع هذا الخيط الرفيع؟ هلأ ما في تأكد، بس منها هي، يعني من نفسها هي بتعرف تصرفاته، بتعرف دخلته على البيت، بتعرف حركاته، بتعرف كل شيء عنه. بتحط حدود لهالصداقة بين زوجك وصديقته؟ لا، ليش بدي احط حدود؟ ما عندك مشكلة يكون هو وياها تتأتات يظهروا برا يتعشوا برا وانت مش معه؟ اذا معي خبر لا، ما عندي مشكلة. اذا معك خبر بيقول لي انا ظاهر مثلا اتعشى، بقول له ايه ليش لا؟ وخصوصا اذا كان انا ما في اظهر، يعني عندي ولادي، عندي بيتي، عندي ايه ليش لا؟ ايمتى الزوجة بتغار من هذه الصديقة؟ لما بتحس انه بيصير يهتم فيها اكثر. ايمتى بصير بيهتم فيها اكثر؟ لما بتهم له زوجته على الاخر. قد ايه عم تهمليه؟ انا؟ مش كثير، شوي بعترف.
بتظهري انت وياه وياها؟ ايه اوقات بغنجك قدامها؟ ايه ليش لا؟ بقول لي حبيبتي على طول، او لك ناسي اسمي. شكرا شكرا لك هدبة. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.